يقول أصناف المحبين العشرة. أصناف المحبين. إيه، واعتذر مره ثانيه من الجمهور لاني وايد انظر لش اسمه، وانا اصلا من النوع اللي غير حافظ للشعره بشكل. لا ستيف جوبز اصلا ساعدني بشكل عام، الا ساعد الله شعراء كلهم الله يعني. الله 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 يجمله، خلينا نقول. اللهم امين. يقول زهر العمر روح ولاه في ديني، ولي جاي ما هو مثل اللي راح كثره، وصلت انا لحدود عمر 40، عمري قضى ما بين بسمه ونظرة، عاشرت أحباب تروح وتجيني، والتالي أصناف المحبين عشرة. يا سلام. الأول اللي يحب حب رزيني، عاقل ولا هو طايح وسط حفرة، والثاني في حب التسالي تبيني، تلقاه نحلة يتبع الفين زهرة، ثالوث هالتصنيف حبه دفيني، يكتم عذابه وسط عينه وصدره، والرابع اللي يحب حب القريني، حبه من اللي قال له حب عشرة. أما عن الخامس أظني هذا أنت، أما عن الخامس شقي الحنيني، حبه غصون والأغاني تكسره. يا سلام. ثالوث هالتصنيف حبه دفيني، يكتم عذابه وسط عينه وصدره، والرابع اللي يحب حب القريني، حبه من اللي قال له حب عشرة. أما عن الخامس شقي الحنيني، حبه غصون والأغاني كسره، والسادس في حبه نحيس الجبيني، حفظه طحين والهبايب تنثره، سابع هل التصنيف حبه غبيني، من عثرة أحضان إلى حضن عثرة، والثامن المسكين يا دمع عيني، حبه فضوحي طالب الله سترة، تاسعهم اللي يحب إبلا يقيني، بين الأمل والياس يمد جسره، عاشرهم النادر وفي السنين، يحب لين الحب يفنى بعمره، زهر العمر روح ولا هو في ديني، ولي جاي ما هو مثل اللي راح كثره، وصلت أنا لحدود عمر 40، عمري قضى ما بين بسمة ونظره، عاصرت أحباب تروح وتجيني، وما فات أصناف المحبين عشرة، جمعتها للي فطين وذهيني، يرجع لها كل بعد فترة وفترة، أبريت ذمة خاطر يشتكيني في الحب وأحوال المحبين عبرة. يا سلام، صح الله لسانك. صحيح. عشرة، هذا بحث، هذا دكتوراه في الحب. هذا بحث في نفسية المحبين.